السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو جيت نصور معكم بسطيله ديال الحوت والدجاج، كتجي لذيذه وكتجي زوينه بزاف. وتبعوا معايا المقادير، تبعوا معايا المراحل ديالها، وراها كتبان سهله ما صعيباش، ما فيهاش بزاف ديال المكونات. وعلى بركه الله البنات ندوزوا للمقادير. ولكن قبل هادشي، اللي اول مره كيدخل القناه ديالي مرحبا به، ونتمنى منو انه يشترك القناه ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد ان شاء الله. ومرحبا بكم، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. على بركه الله البنات ندوزوا للمقادير. كنحتاجو هنايا عندي مرتديلا بكيه محكوكه، عندي كيلو ديال السمك ديال الفرخ، عندي نص كيلو ديال الكروفيت، والقشور ديالو راه خليتهم باش ندير بهم المراق، وعندي نص كيلو ديال السيبيا، عندي جوج معالق كبارين ديال الكورنيشو، عندي 4 د المعالق ديال الزيتون مقطع، علبه ديال لي شامبينيون مقطعين، عندي لاصوص الصوجا، عندي حامضه ونص مرقده مقطعه طريفات صغيورين، وعندي 450 غرام ديال الشعريه الصينيه. والتوابل عندي معلقه كبيره ديال التوابل ديال الحوت، ديال بصله ديال الحوت البنات، عندي التحميره، شويه ديال الابزار، عندي الضماد ديال البنه، جوج 4 ديال الضماد ديال الثومه، وعندي الهريسه. البنات سمحوا لي بزاف حيت راه تمسح لي الفيديو ديال فين كنت كنطيب الدجاج، راه درتو كيطيب. المهم البنات تبعوا معايا المراحل وغتفهموا. ها نتوما البنات، من بعد ما درت ديك الشعريه الصينيه بداك المرق اللي صيب ديال القشور ديال الكروفيت، سلقتهم حتى طلعت لهم داك الغليه، وانا نلوح فيها داك الشعريه الصينيه من بعد ما صفيتهم من القشور بطبيعه الحال. دابا غادي نزيدو البنات عليه داك الحوت اللي شحرت. المهم راه تمسح لي المقطع فين صورت لكم داك الشحر ديال الحوت. المهم البنات راني شحرته شويه ديال الابزار وشويه ديال داك العطريه ديال الحوت وشويه ديال الثومه. المهم داكشي اللي عطيتكم في التوابل هو باش شحرت داك الحوت كاملو، وشحرت معاه حتى لي شامبينيو تاهما شحرتهم في نفس التوابل. سمحوا لي البنات نسيت ما حطيت لكم قبيله داك الفرماج، راه عندي تما 200 غرام ديال الفرماج غرير، غادي ندير شويه في الداخل ديال الحشو، ومن بعد فاش نكون غنعمر البسطيله غادي ندير شويه اخر. وهذا البنات الدجاج اللي تمسح لي حتى هو المقطع ديالو، غير سمحوا لي بزاف. هذا الدجاج طيبته بجوج بصلات مشلضين، ودوك التوابل عطيتكم ديال الحوت والثومه وشويه ديال الحمض المصير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه. هو بوحدو البنات اللي درت فيه الملحه، حيت المكونات الاخرين طيبتهم بلا ملحه، حيت الحمض المصير عندي مالح بزاف، وخدم شي يجي الحشو مالح بزاف، وانا ايفيتي كاع الملحه ما درتهاش. المهم البنات، وكندير معاه كاس ديال الماء داك الدجاج، حيت راه البصله كطلق الماء ديجا، وكنديرو في كوكوط كيطيب المده ديال ساعه الا ربع ولا ساعه. من بعد كنفتوه، وديك الدغميره كنخليوها كتشحر شويه، ملي كنحيدو الدجاج كنخليو ديك الدغميره كتشحر واحد شويه في الكوكوط حتى كتشرب داك الماء كاع كامل وكتعسل، وكنخلطو مع هذاك الدجاج اللي فتتناه هكاك وصافي. وكنخلطو مع المكونات ديال الحوت وداكشي، وصدقوني البنات والله حتى كتجي واعره هاد البسطيله هادي، كتجي رائعه بزاف. وما كاينش اللي كلاها عندي وما مشكرنيش عليها وما طلبش المقادير، وحتى نتوما ان شاء الله الا جربتوها وذقوها عندكم الضياف، وتكونوا متاكدين انهم ما غادي يخرجوا عندكم الدار حتى يطلبوا لكم مقادير، وما غاديش يعيقوا اصلا كاع واش كاين الدجاج فيها، حيت راه كتكون من السما بديك التوابل ديال البسطيله ديال الحوت. صراحه مع كتكون مشربه داك المذاق ديال الحوت ما كيعيقوش كاع بلا كاين فيها شي دجاج. هذا الحوت خلاص لي طيبت وحيدت ليه داك الشوك اللي فيه من الداخل، هو اصلا داك الفرخ ما فيهش الشوك، فيه غير واحد شويه، ودار كروفيت وديك السيبيا. المهم شحرتهم كاملين تاهما في نفس التوابل اللي وريتكم. ممكن كنخلطو كلشي، خاصها تخلط مزيان البنات، وتبعوا معايا المراحل ان شاء الله حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كيفاش جات. خلطوا مزيان البنات باش ينسجموا دوك المكونات كاملين، كتجي رائعه خلاص البنات والله حتى كتجي زوينه بزاف. ان شاء الله ملي غتجربوها غادي تردوا عليا في لي كومونتير وغادي تعجبكم، وغادي ما توليش تستغناو عليها في اي مناسبه كانت عندكم، غتوليو ديروها هي لحقاش كتجي طوب 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 طوب.
البنات هي بسطيله بعد ما خرجتها من الفران، بعدا قبل ما ندخلها الفران دهنتها بشويه ديال الصفر ديال البيض وشويه ديال الهريسه باش كتجي زوينه وكتجي فيها واحد لوغو زوين ديك الورقه وكتجي مقرمشه. وزوقتها بواحد البريوات عمرتهم شويه ديال الكروفيت مصوطيها في شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الموتزاريلا. وزوقتها باللي طوماط سوغيز وشويه ديال الزيتون كحال ولي طرونش ديال الحامض والفرماج. المهم البنات جربوها وردوا عليا الخبار وقولوا لي كيف جاتكم في لي كومونتير، ونتمنى منكم تجربوها بصدق والله حتى كتجي لذيذه وكتجي بنينه بزاف. وانا متاكده اللي كلها عندكم ما غادي يخرج من عندكم حتى يطلب لكم المقادير، وراه كتجي رائعه وما كيبانش فيها داك الدجاج نهائيا، كاع كتجي لذيذه بزاف وكتجي مشرب داك المذاق ديال الحوت. وعلى ضمانتي البنات غير جربوها وردوا عليا والله حتى كتجي واعره 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 بزاف. ومرحبا بكم.